سيدنا السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. اليوم موضوع اليوم هو موضوع حصري على القناة، ألا وهو يعني برامج دعم وإنشاء المقاولات يعني اللي حطتها الدولة في إطار يعني الوضعية الحالية ولو كونتكست اكتويل. كاملين سمعنا الخطاب الملكي ديال صاحب الجلالة نصره الله وأيده، كاملين سمعنا ان واحد لو فون تحط واحد صندوق عمومي بقيمه 6 ملايير ديال الدرهم لفائده المشاريع من اجل يعني دعم و يعني ان كو دو بوس للمشاريع بشراكه ما بين الابناك وكذلك ما بين الدوله. وكذلك سمعنا ان كاين واحد صندوق ديال الحسن الثاني اللي دار واحد المساهمات يعني تكميليه بقيمه 2 ملايير ديال الدرهم لفائدة العالم القروي. فالجميل في الأمر وحصريا هو أن نسبة الفائدة هبطت بزاف، نسبة الفائدة دابا راها بقيمة 1.75% بالنسبة للعالم القروي و 2% بالنسبة من غير العالم القروي. يعني هبطت فريمون بزاف، وهذا الشيء كامل بفائدة يعني دعم المشاريع الصغيرة جدا الناشئة أو لا المقاولين الذاتيين، وكذلك سواء المشاريع شخص ذاتي أو لا شخص معنوي. فبطبيعة الحال في إطار هذا الدعم اللي تخلق لهذه الفئات اللي تكلمتكم عليها دابا، كاين بزاف ديال لي فاز. كاين دعم فيما يخص يعني الخلق، لا كرياسيون ديال المشروع، كاين دعم اللي جا من اجل الابتكار، كاين دعم اللي جا كيتسمى بلا مخصاج يعني يدعموك ويدخلوا معك شريك في المشروع ديالك، كاين دعم فيما يخص الاكسبور يعني تصدير، كاين دعم فيما يخص ليكسبلواتاسيون يعني الشركه كاينه ولكن خاصها دعم فيما يخص السيوله، وكاين دعم كذلك فيما يخص الاستثمار. يعني هادو هما لي كاتيجوري او مختلف الفئات اللي جا فيها هاد الدعم، كلها على حسب لو بيزوان ديالو، كلها على حسب يعني لي طاب ولا لا فاز اللي راه واصل فيها. فهاد الاطار الاخوان غادي ندير لكم سلسله ديال الفيديوهات، كل نهار ان شاء الله غادي ننزل لكم جزء معين باش ما تدوخوش. لحقاش كما قلت لكم شفت واحد دابا قلت لكم كاين 5 ديال لي كاتيجوري، ويلا قلتهم لكم في فيديو واحده غادي فريمون يعني ما غاديش تركزوا مزيان. فبالتالي قبل ما غادي نبدا اليوم غادي نخصها لا كرياسيون او لا خلق المشروع، وقبل ما غادي نبدا في لا كرياسيون غادي بغيت نوصل لكم واحد فريمون واحد النصيحه، هي ان بزاف ديال الناس كيمشيو كيقول لك او ما كاينش الدعم وكيفاش هذا الشيء. هنايا كاين غير مشكل في المعلومه، فريمون اصدقائي تيقوني كاين مشكل غير في المعلومه. لحقاش كاين مجموعه من المؤسسات اللي هي متكامله فيما بعضها، كاين مؤسسه اللي غادي تجيك في هذا لو ستاد هذا، يعني كما يقول لك الرجل المناسب في الوقت المناسب. انا واصل ان ستاد اكس خاصني فيه المؤسسه ايغريك، الا مشيت عند المؤسسه زاد وانا عاد في الستاد اكس ما غاديش تنفعني ديك المؤسسه زاد بوغ اوتون داكوغ. فهنايا لذلك خاصنا نكونوا عارفين الستاد اللي حنا واصلين له واشنو كدير هذيك المؤسسه بالخصوص باش نقدر نستافد انا من داكشي اللي كديرو هي داكوغ. فنبداو على بركه الله بلو ستاد دو لا كرياسيون، وغادي نقول لكم 3 ديال المؤسسات الاساسيه. اول مؤسسه هي مؤسسه مبادره اللي كتعطي لو كوفينانسمون بطبيعه الحال، من كتعطيه لكاع المشاريع اللي تكون الكريتير هو مشروع مدير للدخل. بطبيعه الحال كاين كريتير واحد اخر، شرط واحد اخر هي انك تكون بلوس دو 18 طون. غادي تقولوا لي شحال كتعطي هاد مؤسسه مبادره؟ هاد مؤسسه مبادره كتعطي حتى 80,000 درهم، 8 ديال المليون. ما كاينه حتى شي غارونتي حتى شي ضمانه مطلوبه، وما كاينه حتى شي نسبه الفائده، سان غارونتي سان تو دانتيغي. غادي تقولوا لي ايناس كيفاش غادي يكون الخلاص ديال هذا ماكسيموم 8 ديال المليون، كي غادي نديرو نخلصوها سور كومبيان دو طون، على اي مده زمنيه؟ فالماكسيموم هنايا هي 3 سنين اولا 36 موا، يعني 3 سنين 36 موا. هنايا غادي نعطي لكم الكونتاكت ديال السنترال ديالهم، وبطبيعه الحال كل واحد على حسب الاقليم ديالو كيطلب ملي كيتصل بهم يعني من اجل طلب معلومات اكثر من هذا الشيء اللي قلت لكم، كيطلب النمر ديال السنتر ديال يعني ديال الاقليم ديالو. فقيدوا معايا 05 37 68 34 10، أعيد 05 37 68 34 10. بالنسبة للسيت ديالهم هو www.adsads.gov يعني gov.ma، هذا هو لو سيت ديالهم للناس اللي باغية تعمق أكثر وتعرف معلومات أكثر من هذا الشيء.
فاول مؤسسه شفناها هي مؤسسه مبادره. ثاني مؤسسه غادي نتكلموا عليها في اطار هذا الفيديو هي ريزو انتربروندر، مؤسسه ريزو انتربروندر اللي كتعطي دي بري دونور، كتعطي حتى هي دي كريدي يا اما 50,000 درهم حتى الماكسيموم ديال 100,000 درهم، 50,000 درهم حتى الماكسيموم ديال 100,000 درهم. حتى هما سانز انتيغي، ما كيطلبوش لي زانتيغي، رومبورسابل على 5 سنين. فكما شفنا المؤسسه الاولى على 3 سنين، هذه المؤسسه ديال ريزو انتربروند رومبورسابل على 5 سنين. هنايا اسونسييلمون كيخدموا مع لي بروجي دو ترانسفورماسيون و لي بروجي دانديستري. بالنسبه للنمره ديال السنترال ديالهم هي 05 22 20 76 82. اعيد 05 22 20 76 82. علاش كنعطي لكم الاخوان لي نيميرو تيليفون ديال هاد المؤسسات ديال السنترال ديالهم الا كنتو باغيين دي زانفورماسيون اكثر، اولا الا كنتو باغيين طلبوا منهم النيميرو ديال الريزو الاقليمي اللي كاين على حسب الاقليم ديالكم فين ساكنين. اما بالنسبه للسيت فهو www.reseau-6entreprendre-6maroc.org. دونك هذا هو لو سيت ديالهم www.reseau-6entreprendre-6maroc.org. هذه بالنسبه لمؤسسه ريزو انتربروند، دونك شفنا مبادره ومؤسسه ريزو انتربروند. المؤسسه الثالثه هي تابعه لا سي سي جي او لا صندوق الضمان، فهنايا ما يسمى بلي فون دو غارونتي بروجي توريستيك، كاع الناس اللي عندها البروجيات سواء بروجي توريستيك يعني ديال ليبرجمون او لا يعني المبيت او لا بروجي دانيماسيون توريستيك يعني لانيماسيون. فهنايا في اطار لا سي سي جي فكاينه اون غارونتي، واحد الضمانه خاصه بالنسبه لهاد البروجيات هادو. شكون اللي كيستافد منها بطبيعه الحال؟ فهما كاع لي زونتربريز، خاص تكون شركه دو دووا ماروكان باش تستافد من هاد الضمانه هادي، وبطبيعه الحال تكون تاكزيرسي يا اما يعني ولا باغي تاكزيرسي يا اما في المبيت توريستيك او لا في لانيماسيون توريستيك. لي كونديسيون اشنو هما؟ لي كونديسيون خاص يكون عندك على الاقل واحد 40% مينيموم ديال لي فون بروبر ديالك. يعني مثلا انت باغي تطلب 1 مليون درهم، 40% من 1 مليون درهم هي 40 مليون، خاص على الاقل توفر على ان فون بروبر بيرسونيل ديال 40 مليون، وكيجي لو كريدي بانكير كيدعمك بديك 60% اللي بقات. 60% هي الماكسيموم في الكريدي بانكير، وبطبيعه الحال هذا الكريدي اي لي بلافوني ا 100 مليون درهم، 100 مليون درهم. فهذا كان بما يخص لا سي سي جي فيما يخص لو فون دو غارونتي ديال البروجي توريستيك. بطبيعه الحال الاخوان في اطار هاد البرامج ديال الدعم ديال الدوله ديال لا كرياسيون يعني ديال خلق المقاولات وستارت اب، فكاين مجموعه من البرامج اخرى. انا خصصت هاد لا فيديو ديال 3 ديال البرامج باش ما تدخليش بزاف، مبادره ريزو انتربروندر ولا سي سي جي فيما يخص البروجي ديال السياحه. في الفيديو ولا الجزء الثاني غادي نشوفوا، غادي يعني سنقوم باقفال هاد المؤسسات ديال خلق المقاولات باش نشوفوا لي زوتر كاتيجوري اللي تكلمتكم عليهم في الاول. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا هنايا. فكما كتشوفوا توجهات ديال المغرب كاين توجهات نوعيه اللي هي فريمون مشرفه، وكنحسوا ان لي شوز بدات كتبدل، كاين واحد الدعم، كاين واحد يعني كاين واحد واحد النقله نوعيه. وان شاء الله نتمنى انكم فريمون تدقوا البيبان المناسبين، وانكم تعرفوا اين مرحله نتوما فيها باش تمشيو عند الباب الامثل اللي يقدر انه يساعدكم في هذا الاطار. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الثقه الدائمه ديالكم وعلى التفاعل ديالكم في التعليقات. نتمنى انكم ما تبخلوش عليا باللايك باش ان لاشين ديالنا والاخوان ديالنا والعائله ديالنا تكبر يوما بعد يوم. وتبارك الله عليكم ودمتم متعلقين، والى اللقاء.